الذي يترك الحق ويتبع الباطل معتقدا أن هذا الباطل حق، هل هذا الذي يترك الحق ويتبع الباطل معتقدا أن هذا الباطل هو الحق، هل يعد جاهلا أو صاحب هوى؟ علينا منه، المهم أن ما عليه أنه على الباطل وما هو عليه باطل، فنعامله بحسب ما هو عليه. نعم، أما نقول نيته ما ندري عن نيته ما ندري، ما كلفنا الله بالقلوب، كلفنا الله بالأشياء الظاهرة، نحن نحكم على الظاهر. نعم.